ها شو رايكم بالفيديو؟ أنا بفهم بالفيديوهات وبضمن لك إنه حقيقي، بقصد ما في شيء جرافيك، بس ما بعرف إذا كان في بالصوت تمثيلية. شو التمثيلية هاي؟ روي حمودي وضح لك أكثر يا قايس. بقصد تصوير الولد صحيح، بس بركي متفق مع حدا أو معك حق، بس نحنا لازم نعرف الحقيقة. ليه؟ قصدي شو خصنا؟ خصنا بصفتنا نحن المغامرون الخمسة. مغامرون؟ شو هاي؟ قررت نستفاد بعطتنا بشي، وبعد اللي صار مع قايس بعتذر طبعاً قايس، قررت إذا شفنا شي غلط نحاول نتحقق منه ونصلحه. شو رأيكم؟ نحن شو طالع بإيدنا؟ هيدا بيقرر الوقت، وهلأ ما بدنا نضيع وقتنا. قايس، عن طريق عمو رئيف وشطاتك بالفيديوهات حاول جيب لي معلومات عن البيت. ماشي. حمودي، حاول جيب لي معلومات عن البيت من عالم، من أهل وين هن وهيك قصص، ورح خبر خبرتنا هناء ولارا كرمال يراقبوا الفيديوهات حتى إذا شافوا شي خبرونا. ماشي. وأنت؟ أنا في عندي مشوار لازم أعمله، بكرة منلتقى. أمي أبو محمود، أنت ما بتعرف هيدا البيت اللي على طرف الغابة؟ هو هيك بيت كبير، وأنا بقوله قال فيه أشباح ما أشباح، يعني قصص من هيدا النوع. بيت بطرف الغابة، بيت بطرف الغابة، إيه عرفته، بس أنا ما بعرف شي عنه. أنا بسمع من الشباب اللي بيجوا بيقعدوا عندي بالقهوة كل يوم بيتساروا بيقولوا في بيت بطرف الغابة كله أشباح وصوات وحوش، بس أنا ما شفت شي بعيني. كل اللي بعرفه انه هذا البيت يمكن اصحابه تاركينه من 20-30 سنة من بعد ما ابوه مات الله يرحمه، وراحوا سافروا برات البلد كلها، والبيت لحد هلا مهجور وما حدا بيعرف عنه شيء. طب انت يعني ما بتسمع عنه هيك شيء غريب؟ هشام، صرت تخوفني. غريب مثل شو يعني؟ لحظة تذكرت، في جارنا ابو احمد. ايه شو بيه؟ هذا مرة خبرني انه ابنه راح لهونيك ووقع، وصار معه نفس الشيء، صار يسمع أصوات غريبة وأصوات أشباح، بس لحد هلا ما عرف شو صار معه. طب عمي، فيني عزمك يعني بدون تقلب تلي بيته وين؟ هي أكيد، اكرم عينك. قلت لك ما في شيء، الموضوع خلص وأنا ما حابب أحكي فيه. يا عمي أبو أحمد، أنا والله فهم عليك، بس ابنك أحمد رفيقنا بالمدرسة، وعنا كمان رفيق تاني راح البيت وصارت معه المشكلة، فأنت لازم تقلنا شو صار معه يعني حتى نعرف كيف نتصرف. كل اللي صار أنه أحمد شاف فيديو على اليوتيوب وقرر يروح يستكشف البيت. لما وصل لهونيك سمع صوت أشباح فركض لبرا البيت، هو طاهر فركع شواء على الأرض. لما رجع البيت حالته ساءت أكتر، صار يضل قاعد لحاله بالغرفة. طب فيني شوفه؟ والله يا ريت. بعد فترة من الحادثة قررنا أنا وأمه نبعته لعند بيت عمه لبرا، هن مسافرين لبرا البلد بلقي بغير جو، وهيك هيك في عطلة نص السنة بالمدرسة، وهذا اللي صار. بعتناه صار له كم يوم تعيله يتحسن يا ابني. طيب ماشي عمي، وعذرا على الإزعاج. ولا يهمك يا عمي حبيبي، ولا يهمك. بعد المعلومات اللي جمعناها يلي هي مش كتير أصلاً، عرفنا أنه أصحاب البيت صاروا مسافرين أكتر من 20 سنة وما حدا بيجي عليه، يعني البيت مهجور والفيديوهات كلها مظبوطة ما فيها أي اتفاقات. أنا زرت بيت واحد من الأولاد، البيو بعده سفرة كرمال يغير جو وينسى اللي صار معه. بالبداية رفض يحكي لي، بس قلت له أنا صاحبه ولازم أعرف شو صار معه، وكل شي حكاه أنه شاف فيديو فقرر يروح هونيك لما سمع أصوات هرب. صحيح، وأنا بحسب ما سمعت ما بيروح لهوني غير المقطوعين. طب هلأ شو استفدنا؟ شو العمل؟ باعتبار البيت صار مشهور ومشبوه بظن صار الوقت أنه نتفحصه. شو؟